السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. اليوم بحول الله سوف نتحدث مع حضراتكم عن موضوع شيق وجميل، وهو هل يشعر الجنين في فترة الحمل بلمسات والده، وهل يسمع صوت والده، ومتى يحدث ذلك؟ فإن كنت تتساءلين عن هذه الأسئلة إن شاء الله في الحلقة ما يعني يقر عينك ويعني يعطيك هذه المعلومة. كشفت دراسة أجراها عدد من الباحثين البريطانيين في إحدى الجامعات البريطانية أن الجنين يتفاعل مع لمسات والديه، وذلك ابتداء من الشهر الثالث من الحمل، وأثبتت أن الجنين في بطن أمه يتفاعل مع لمساتها أكثر من لمسات أحد آخر، وتم توضيح ذلك من خلال استخدام تقنية السونار أو الموجات فوق الصوتية، حيث تم مشاهدة ردة فعل الجنين، حيث قامت الأم بلمس بطنها وكانت استجابة الجنين أقوى من استجابة أخرى مثل استجابة الأب أو أي أحد آخر. كما وأثبتت هذه الدراسة أيضا من خلال لمس الحامل لبطنها تتكون علاقة قوية بين الجنين وأمه، وهذا ما يفسر حركة الجنين القوية والتي تشعر بها الحامل عندما تقوم بلمس بطنها، وذلك بشكل عفوي. والسؤال هنا، ماذا يحدث للجنين عندما يسمع صوت والده؟ أولا، تتطور حاسة السمع عند الجنين في الشهر السادس من الحمل، حيث يكون هنا يصبح قادرا على الاستماع وتمييز الأصوات عن بعضها، وهذا هو الوقت بالطبع الذي من الممكن أن يسمع فيه الجنين صوت أي أحد، وبالطبع صوت والده. وأثبتت الأطباء والعديد من الدراسات أن صوت الأم يكون أكثر وضوحا في العادة من صوت الأب، فعندما يسمع الجنين صوت الأم يزيد معدلات ضربات قلبه، لكن جاءت دراسة أخرى لتثبت أن الجنين يكون قادرا على تمييز صوت الأب أكثر من صوت الأم، لأن صوت الأب يكون أكثر ضخامة وخشونة. وأوضحت هذه الدراسة أن الجنين يتفاعل بشكل أكبر عندما يسمع صوت والده، وتزيد حركته ودقات قلبه، ويكون ملاحظة هذا في أشهر الحمل الأخيرة، أي في الثلث الأخير من الحمل. يبقى هنا الجواب على السؤال بالطبع أن الجنين يسمع صوت والده وجميع الأصوات في الثلث الأخير من الحمل، وباعتبار أن الحمل ينقسم إلى ثلاثة أثلاث، الثلث الأول هو الشهر الأول، ثم الثاني ثم الثالث، والثلث الثاني من الرابع والخامس والسادس، والثلث الثالث أو الأخير من السابع ثم الثامن ثم التاسع. نتمنى أن نكون وفقنا في تقديم المعلومة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.